بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الدعاء الكاظمي لمولانا باب الحوائج موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، ورد عن طريق السيد محمد باقر الموحد الأبطحي رحمة الله عليه، وقال: هو من مجربات كبار العلماء في قضاء الحوائج، ولا يخيب الداعي به أبدا. تقرأه أنت 14 مرة. الدعاء ما هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من علا فقهر وبطن فخبر، يا من ملك فقدر، ويا من يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صل على محمد وآل محمد، وافعل بي كذا وكذا. تطلب حاجتك ثم تقول: يا لا إله إلا الله ارحمني، بحق لا إله إلا الله ارحمني. تقرأ هذا الدعاء 14 مرة بعد صلاة الفجر، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، بعد صلاة الليل. هذا الأمر راجع إليك، وهو مجرب جدا في قضاء الحوائج. برنامج صباحات ولائية. أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.